أنا أبي آخذ وجهة نظر المختص بالموضوع أو اللي متعلق في الموضوع أخونا جواد القوقو، حياك الله وياي في برنامج المشهد. الله يحييك أخوي العنيدي، وأحيي إخواني اللاعبين اللي وياك مساعد ندى وإخواني اللي وياك. حياك الله. أنا أتكلم بالملاعب وقفوني 4 مباريات، وأنا كنت من مشجعين الكويت. هدي بالك، وإذا كان هذا الكتاب يتعلق بإيقافك، أنت موجود بقلوب الجميع، وأنت يمكن ما تدري شنو اللي صار بالسوشيال ميديا، وما شفت الوضع الرياضي شلون فزعت رجل واحد، ووقف وقفة رجل واحد وفاء لجواد القوقب. دموعك غالية. لعبة الساحل، والله العظيم وقفت بالمدرجات وصيح من كل قلبي على فريق النادي العربي، والنادي العربي نادي لازم اصارق عليهم. انا مشجع قديم بالرياضه، انا بس خليني افهم منك شيء. من ايام الفيدان، من ايام الجماعه، طلع لي لاعب من اللي قاعدين يقول جواز سبنا. لا نتفق على الاشياء، بس خليني افهم منك شيء عشان حقك ما يروح، بس على اساس اني اوصل حق الحقيقه بالموضوع. انت تلفظت بلفظ ما على الحكم؟ والله العظيم اقسم بالله ما سبيت الحكم، انا اديت رايي اعطيه حريتي بالملاعب. مفهوم، احنا ما نبي نثقل عليك اكثر. مشكور جواد، مشكور، ودموعك غاليه.